مباراة مولودية الجزائر وشبيبات الثورة في الجولة 28 من الدوري الجزائري. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضلا الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضيف للمباراة ملعب استاد 5 جويلية 1962. أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون كالتالي: بتمام الساعة 9:30 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 10:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 11:30 بكل من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة قناة الجزائرية السادسة الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل لكي تتوصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. ونضرب لكم موعد في موعد قادم.